أيضا لضيفك الكريم. مزرعة بر الوالدين في بلجرشي تفتح أبوابها للزوار بمحاصيلها مجانا، وأجرها يصل لروح والد ووالدة الرجل البار عبد الله المداني. قصة بر الوالدين وتنشيط السياحة في بلجرشي في التقرير التالي، واللي يعد لنا زميلنا منصور الجمعة. نشاهده من ثم نعود. نموذج فريد جذب انظار سكان منطقة الباحة. المواطن عبد الله المداني الذي اوقف مزرعتهم كاملة صدقة عن والديه. عبد الله فتح ابواب مزرعته للزوار ودعاهم للاستمتاع بوقتهم ومشاهدة ما فيها من خيرات وقطف المحاصيل بلا مقابل. انا في منطقة الباحة في محافظة بلجرشي، مزرعة الوالدين في قرية المدان. ورثت الارض هذه اللي احنا فيها الان عن الوالد. الوالد توفى قبل 60 عام، وكان عمري لما توفى الوالد كان عمري 7 سنوات، والوالدة توفت قدام الجزء التحتاني هو حق الوالدة، فأنا توفت الوالدة وأنا عمري 4 سنوات، وسافرت جدة، وكان يعني كانت أيام بساطة، فرزقنا الله والحمد لله. فجيت هنا في عام 1442 في أيام كورونا، أيام كان فيها حجر صحي. في يوم من الأيام كنت يعني جالس، فجأة خطرت في بالي، تخيلت الوالد وتخيلت الأرض اللي أنا فيها إنها ما هي لي وإنها الوالد، فأوقفتها من وقتها، يعني تخيلت فوقفت الأرض للوالد. فكان الوالدة ما ذكرتها، فاضطريت دورت بحثت إن أحصلت الأرض الثانية واشتريتها 3500 ووقفتها للوالدة. فصارت وقف الوالدين، وقف الوالد هذا ووقف الوالدة اللي هي تحت. هذا فوق الوالد ما شاء الله شكله يعني محصل فيه. هذا هنا الليمون اللي هو الليمون الزهير. أخ عبد الله المداني جزاه الله خير عمل هذه المزرعة لأمه وأبيه، وأوقفها على كل من يأتي إلى هذه المزرعة، صغير كبير غني فقير ضعيف قوي رجل امرأة، يأتون إلى هذه المزرعة ويأخذون من ثمارها بالمجان ويرتاحون فيها ويأكلون ويشربون ويتمتعون وهم مبتسمون. الدخول والخروج والأكل والشرب وما يؤخذ منها فهي لله وللشعب وللسعودية كلها ولكل مسلم. ما هي أنا اللهم أني أنا مستقبل، يعني أخدم اللي هنا. أنا وقفت تجارتي بعد في الدنيا الشهرين اللي هي حقت الصيف، وابتديت تجارتي في الآخرة في عمل أني أنتظر هنا شهرين أقعد خدمة الزوار والمستضيفين والناس اللي يبغوا يزورون. إيش ناقصنا؟ أمن وأمان وراحة وبين أهله وفي بلده وفي دولته. والله إحنا في نعمة وفي خير. قصة يحتذى بها وعلامة يقتدى بها في مجال التطوع، حيث قدم عبد الله نموذجا فريدا للمجتمع عن بر الوالدين من خلال فتح أبواب مزرعته للزوار والسياح في المنطقة بلا مقابل. للقناة السعودية منصور الجمعة، منطقة الباحة.